وتعالوا بعد إذنكم نبتدي بالتفصيلة دي، كون الفن والرياضة من القوى الناعمة المؤثرة والفاعلة واللي من شأنها أن هي تغير السلبيات إلى الإيجابيات المرجوة رياضيا وفنيا. يعني شايفين أكتر المواقف إيه اللي حصلت فأكدت على أهمية الفن والرياضة كقوة ناعمة في البلد؟ تعال نبتدي بالفن مثلا، إمتى كان الفن فعلا قوة ناعمة بشكل ما فيهوش مساحة لاختلاف وجهات النظر؟ الفن طول عمره هو قوة ناعمة حقيقية. يعني أرسطو مثلا كان عنده جملة مشهورة بيقول إن الفن هو تطهير النفس الإنسانية. دور الفن في مناقشة قضايا اجتماعية وتعديل قوانين، ولسه السنة دي كمان ده حصل في مشروع لتعديل قانون الوصاية، قبل كده حصل في أريد حلا. صحيح. وكمان دور الفن الحقيقي في تعديل السلوك الإنساني من ناحية القيم والأخلاق، وتقديم معالجات حقيقية للسموم بالسلوك الإنساني. فده دور مجتمعي كبير جدا بيقدمه الفن. مفيش حضارة من غير فن، وحتى التاريخ كله على مدار التاريخ كله الدول بتنتهي، يعني الحقبات الزمنية بتاعت الدول بتنتهي وبيفضل حاجة واحدة بس، بيفضل الفنون بأشكالها المختلفة. فالفن جزء أساسي من الهوية، وجزء أساسي من الهوية المصرية تحديدا. يعني ده بالنسبة للفن. فيما يتعلق بالرياضة بقى، تكملة طبعا لكلام كريم المهم على الفن، إنه الرياضة نفس الكلام، يمكن هي سلاح مهم جدا لأي بلد. احنا كنا مرة بنتكلم على إنه أكتر لغة في العالم الناس بتتكلمها. أنا في مرة مرات وأنا لسه بلعب كورة كان في زي اختبار أو كده، وكان في ما لا يقل عن 12 جنسية. اللغة اللي كنا بنتكلمها بالنظرة بس انت تعرف لعيبة يتحرك لك كانت لغة كرة القدم، اللغة الأكثر انتشارا في العالم طبعا. كل الدول بتتكلمها طبعا. كل الدول فالكورة دايما تجمع ما تفرقش طبعا. ودايما طبعا أداء زي ما انت كلمت في المقدمة الهائلة على أنها قوة ناعمة. شفنا مثال الأداء العظيم للمغرب الحبيب في كاس العالم، وازاي قدر ده ينقل الناس كلها تتكلم عن المغرب، الناس كلها تتكلم على انها عايز تروح المغرب، الناس كلها عايز تشوف المنتخب ده في ملعبه. ده طبعا في سياحه كمان راحت بعد كده المغرب بعدد كبير جدا كانوا بيكتبوا عن الموضوع ده طبعا. والسياحه مهمه جدا، انا هو اللي انت اتكلمتي عنها، لانه نفس الكلام برضو في استضافه لاول مره بلد عربي زي قطر استضاف كاس العالم، وفكره انك تفرض او تقول للناس من خلال اداه هي الرياضه او من خلال استضافه حدث تقول للناس الهويه الحقيقيه ليك طبعا. الهويه الحقيقيه العربيه، الهويه الحقيقيه لبلدك. فبالتالي دايما الكوره يعني تقدر تخلق الرسائل دي، مش كوره تحديد يعني اي رياضه طبعا. فطبعا كان في خلال رمضان بالذات اعتقد انه كان في كذا رساله، ونبدا طبعا بنادينا العظيم، يمكن مباراه الهلال كانت نموذج في كل شيء. اعظمها على الاطلاق كان الجمهور، الرسائل اللي كانت يعني النادي الاهلي عمال يطلقها وجمهور من في عز الصيام وفي عز الشهر الكريم، ناس رايحه من 12 الدور ومستمتعه بده، الفطار في الملعب، التشجيع المشرف جدا طوال 90 دقيقه لفريقك. فبالتالي كان رسائل مهمه جدا من جمهور الاهلي والنادي الاهلي، وفوز طبعا مهم جدا، كانت اجمل يعني عيديه قبل عيد لجماهير قبل المباراه. فبالتالي طبعا دي بالنسبه لي كانت ابرز مباراه وحدث في شهر رمضان الكريم. حلو جدا.